اما عن النورما بيزاليس، فالنورما بيزاليس اللي هي الانفيريور سيرفيس اوف ذا سكال او البيز اوف ذا سكال، احنا هنقسمها الى جزئين اتنين. نورما بيزاليس اكسترنا يعني الجزء من السكال اللي هنشوفه من تحت، اما النورما بيزاليس انترنا فهي جزء من البيز اوف ذا سكال اللي هنشوفه لما نشيل الكاب اوف ذا سكال. ففي عندي جنرال فيتشرز للنورما بيزاليس اكسترنا، هنرسمها ازاي؟ قوس صغير على شكل حرف السي. طيب نعمل ال شيب باترن جواه اوفال شيبد اوبننج، ثم قوس كبير هيقفل بقيه الشكل، وبعد كده نعمل الاسنان اللي هتكون الالفولار ارش والتيس فوق القوس الاولاني، ثم نعمل في هذه المنطقه فورامين كبير بيضاوي الشكل اسمه الفورامين ماجنم، اكبر فورامين في البيز اوف ذا سكال. لسهوله دراسه الاناتوميكال فيتشرز اوف ذا بيز اوف ذا سكال او النورما بزالز اكسترنا، هنقسم المنطقه ديت بتو ايميجينري لاينز. الخط الايميجينري الاولاني يمشي بيهايند ذا ثيرد مولر توث، والخط الايميجينري الثاني هيمشي بيهايند ذا بوستيريور اند اوف فورامين ماجنم. ده لسهوله دراسه هذه الفيتشرز. التو ايميجينري لاينز هيقسموا البيز اوف ذا سكال من بره اللي هي النورما بزالز اكسترنا الى ثلاثة ارياز، على سبيل المثال اريا 1 2 3 او A وB وC. ناخد الاريا الاولانيه، الاريا الاولانيه دي هنقفلها بكيرفد لاين وهتمثل الارضيه بتاعتها هتمثل الهارد بلد. ايه هي الجنرال فيتشرز الموجوده في الهارد بلد؟ هنجد شوت سوتشر على شكل حرف، على شكل علامه الكروس او الزائد، هيسموه الكروشي فورم سوتشرز، مكون من تو لمس لونجيتودنال لمب وهوريزونتال لمب. هيقسمهم الهارد بلد الى جزئين اثنين، انتيريور تو ثيردز وبوستيريور وان ثيرد. الانتيريور تو ثيردز هي ديريفاتيف من المجزلة واسمها بلاتاين بروسيس اوف مجزلة، اما البوستيريور وان ثيرد فهو ديريفاتيف من البلاتاين بون وهيمثلها الهوريزونتال بليت اوف ذا بلاتاين بونز. وفي النهاية كان هيظهر سباين اسمه بوستيريور نيزل سباين، هو في السنتر اوف ذا فري ايدج اوف ذا هارت بلد. طيب اما الجزء الاوسط، الجزء الثاني من النورما بيزاليس اكسترنا اللي بين التو ايميجينري لاينز، لسهوله دراسه الاناتوميكال فيتشرز هنقول فيتشرز هتظهر على خط النص وفيتشرز اخرى هتظهر على الجانبين. الفيتشر اللي هتظهر على خط النص هو وجود سبتم، بوني سبتم يسموه الفومر، وراه جزء من عظمه السفينويد بون، هو البودي اوف السفينويد بون. وقلنا قبل كده ان السفينويد بون ديت هي عظمه تشبه طائر الرخ، لها جسم جناحين كبار وجناحين صغيرين ورجلين، ده جسم الاسفينويد بون اللي هو البودي اوف اسفينويد. وخلف الاسفينويد بون بينها وبين الفورامين ماجنم هنجد جزء كبير من الاوكسيبتال بون هيشارك في تكوين البيز اوف ذا سكال، بس في منطقه النص اسمه بازيلر بارت اوف اوكسيبتال بون. الثلاثه فيتشر دي كانت موجوده في الميدل لاين. طيب على السايدز اوف ذا ميدل لاين كان البوني فيتشرز، بوني اناتوميكال فيتشرز اللي هتمثل المنطقه الوسطى من النورما بزالز اكسترنا هتتمثل في الملامح الاتيه. جاست بيهايند ذا ثيرد مولر توث هنجد فيه بروز صغير اسمه ماكزيلاري تيبروستي، هو احد اجزاء عظمه المجزله، يقع مباشره خلف الثيرد مولر توث اللي هو ضرس العقل العلوي، ورا منه على طول استراكشر لو تو بليتس. هذا الاستراكشر اسمه تريجويد بروسيس وهو ينتمي الى عظمه السفينويد بون. هذا التريجويد بروسيس مكون من تو بليتس بينهم فصه. طيب لما نمشي بوستيرو لاترال شويه هنجد شريحه العظام المكونه اللاترال سايد او الميدل اريا اوف ذا نورما بزالز اكسترنا هي عظمه الجريتر وينج اوف سفينويد. نلاحظ ان الجريتر وينج اوف سفينويد كان جزء منها بيشارك في تكوين البيز اوف سكال، وجزء الاخر بيمشي من تحت الزيجوماتيك ارش اللي هو ده ويروح يلف على فوق يعمل جزء من النورما لاترالز. طيب ده الزيجوماتيك بون، ده الزيجوماتيك ارش، وده هنا الجريتر وينج اوف سفينويد، وبتمشي من تحت الارش بتكون تطلع فوق وتشارك في التكوين زي ما قلنا النورما لاترالز. At the size of the basilar part of occipital bone هنجد two pyramidal shaped like bone، هي جزء من اجزاء التمبرال بون. التمبرال بون دي كانت لها خمس اجزاء، ثلاثه منهم في النورما لاترالز واثنين منهم في النورما بيزالز. الاثنين اللي في النورما بيزالز كان البيتروس بارت اوف تمبرال بون، ودي شكلها يشبه تماما البيراميد اللي هو ايبكس
وله بيز. الابكس از دايركتد فوروردز اند ميديالي، ماشي رايح ناحيه البودي اوف السفينويد، اما البيز از دايركتد باكوردز اند لاترالي. طيب الجزء الثاني من التمبرال بون اللي بيشارك في البيز اوف ذا سكال كان الماستويد بارت، وما ننساش ان الماستويد بارت اوف تمبرال بون او الماستويد بروسيس كان جزء منه ظهر في النورما لاتراليز والجزء الاخر ظهر في النورما بيزاليز اكسترنا. بين البتروس بارت اوف تمبرال بون وبين الماستويد بروسيس كان في بروز بيراميدال ان شيب او صغير شويه اصغر من البيراميدال اللي هو بوينتد ويسموه ستايلويد بروسيس. As the size of foramen magnum هنجد two kidney shaped two pin like shaped projections يسموهم occipital condyles، ودول المخدتين اللي نايمة عليهم البيز اوف ذا سكال مع اول cervical vertebra. اما المنطقة الثالثة اللي تقع behind the posterior imaginary line فكان تمثلت في وجود الاكسترنال اوكسبتال بروتيوبرانس وطالع منه الاكسترنال اوكسبتال كريست اللي كان موصل البروتيوبرانس بالفورامين ماجنم، وكان خارج من البروتيوبرانس لو نتذكر السوبيريور نيوكال لاين، وكان خارج من نص الكريست الانفيريور نيوكال لاين. ودي كانت الجنرال فيتشرز التضاريس العامه الملامح التشريحيه العامه للبيز اوف ذا سكال من الخارج الى النورما بيزاليز اكسترنا، الا ان هناك ملامح خاصه سبيشال فيتشر تتمثل في صوره فورامنا. هذه الفورامنا عباره عن فتحات تسمح بدخول وخروج الاستراكشرز من والى داخل الكرينيال كافيتي. ايه هي السبيشال فيتشرز ديت؟ تعال احنا نشوف الاول الجنرال فيتشر نرجع لها تاني. ادي البيز اوف ذا سكال اللي لسه شارحينها من شويه من بره، ده الالفولار ارش، ودي كان الفورامن ماجنم الميجنرال لاين الاولاني، الميجنرال لاين الثاني، وادي الهارت بلت، وادي الكروشي فورم سوتشر. المنطقه الاولانيه اللي كانت ملامحها التشريحيه العامه اللي قلناها لها ملامح تشريحيه خاصه اسمها سبيشال فيتشرز. ملامحها التشريحيه الخاصه تمثلت في الاتي: واحد، ظهور فيوزي فورم ديبريشن في صوره فصه تقع جاست بيهايند ذا سنترال انسايزر واسمها انسيزيف فصه. هذه الانسيزيف فصه كان بيفتح فيها عدد اربعه فورامنا، اثنين ميديال واثنين لاترال انسيزيف فورامنا، توصل الاستراكشرز من الى داخل وخارج الكرينيال كافيتي. هناك في البوستروسوبيرور انجل اوف ذا هارد بلت تو لارج فورامنا اسمهم جريتر بلاتاين فورامنا، زي ما احنا قلنا من شويه كانوا بيوصلوا منطقه البلت بمنطقه التريجو بالدبريشن اللي اسمه تريجو بلاتاين فصه. خلف منها عدد اثنين احيانا ثلاثة واحيانا واحد يسموهم لسر بلاتاين فورامنا. طب دام ده جريتر وده لسر لازم يكون في حد فاصل بينهم، الحد الفاصل بينهم هو لينير اليفيشن صغير ودقيق واسمه بلاتاين كريست. دي كانت التضاريس العامة للمنطقة الأولى. طب المنطقة الثانية اللي بين التو ايميشنري لاين تضاريسها الخاصة ايه؟ احنا قلنا الأول تضاريسها العامة الفومر البودي اوف سفينويد بون والبازلر بارت اوف اوكسيبتال بون. طيب التضاريس الخاصة تمثلت في الآتي: at the size of the fumor two big openings اسمهم posterior nasal opening. هيوصلوا مين؟ هيوصلهم النيزل كافيتي من قدام بالنيزوفارينكس من ورا. على السايدز اوف ذا بوستيريور نيزل اوفنينج كان هنجد التروجوت بروسيس بالجزئين بتوعه، اللاترال تروجوت بليت والميديال تروجوت بليت. لاحظ من الرسمه ان اللاترال تروجوت بليت اكبر من الميديال تروجوت بليت، بينهم حفره اسمها تروجويد فوسه. اللاترال اكبر من الميديال فالميديال هتتعوض بثلاثه ستراكشرز، واحد من تحت واحد من فوق على حسب الرسمه. فوق هنا هو تحت لما نحطها في الوضع المظبوط، تحت وقدام عباره عن هنجد بروز صغير يسموه تريجويد هاميلس نشعر بيه جاست اباف اند بيهايند جاست بيهايند ذا ابر سيرد مولر توس. لو دفعنا اصابعنا في مواجهه الميوكس من برين اوف ذا جام هنحس بالم، الالم ده هو نتيجه وجود التريجويد هاميلس. طيب في الجزء الخلفي من الميديال تريجويد بليت هنجد فيه سمول بروجيكشن يسموه تريجويد تيوبريكل، على اللاترال سايد بتاعه هنجد في يوزي فورم ديبريشن هيسموه سكافويد فوسه. بوسترولاترال سكافويد فوسه على خط ماشي اوبليك متجه للخارج متجه الاوتسايد هنجد فورامن اوفال ان شيب يسموه فورامن اوفال، ورا منه فورامن تاني اسمه فورامن سباينوزم، ورا منه بروس صغير اسمه سباين اوف سفينويد. هذه الثلاثه ستراكشرز هي ملامح تشريحية مميزة كاركترستيك
جدا توجد فقط في النهاية الخلفية للعظمة دي اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي الجريتر وينج اوف ذي سفينويد بون. اذا جينا نرجع ورا شوية على السايدز اوف ذي بازلر بارت اوف اوكسيبتال بون كان في عندنا البتروس بارت اوف ذي تيمبرال بون. البتروس بارت اوف تيمبرال بون دي لاند مارك الى علامات تشريحيه كتيره جدا توجد في هذه المنطقه. يقع مباشره امامها ديبريشن راوندد ان شيب اسمه منديبولار فوسه خاص بالارتكوليشن مع الهيد اوف ذا ماندبل علشان يكون التيمبرو منديبولار جوينت. طيب كانت ورا البتروس بارت اوف تيمبرال بون كان في عند الماستويد بروسيس وكان في عند الاستايلود بروسيس. نلاحظ من الرسمه هنا ان المانديبولار فوسه ديبريشن يفصل قدام السباين اوف سفينويد عن ورا الستايلويد بروسيس. ان ريليشن تو ذا بيتروس بارت اوف تيمبرال بون هلاقي ثلاثه فورامين مهمين جدا. اول فورامين اسمه فورامين لاسيرام يوجد عند الابكس اوف بيتروس بارت اوف تيمبرال بون عند نقطه اتصالها بالبودي اوف سفينويد. سموه فورامين لاسيرام لانه كان مسدود في الليفنج انديفيديوال بكارتليج مع الديس اوف ذا انديفيديوال وتحضير الجمجمه حصل لاسيريشن للكارتليج وظهر مكانه فتحه هي الفورامين لاسيرام. في البوستيريور سيرفيس اوف ذا بيتروس بارت اوف تيمبرال بون هنجد فتح الكنال. الكنال دي اسمها كاروتيد كنال، فتحتها هيمشي فيها ارتري في جروف اسمه كاروتيد كنال، هيمشي بداخل البيتروس بارت اوف تيمبرال بون من اجل انه يوصل للكرينيال كافيتي ويشارك في تغذيه البيز اوف ذا برين. اخيرا في البيز اوف ذا بيتروس بارت اوف تيمبرال بون هنجد ديبريشن، ديبريشن كبير في ارضيته فتحه اسمها جاجولار فورامين. طيب بين الستايلود بروسيس وبين الماستويد بروسيس هنجد فتحتين صغيرين اسمها ستايلو ماستويد فورامين. واخيرا ما ننساش الاوكسيبتال كوندايلز اللي كانوا قاعدين على السايدز اوف ذا بودي اوف سفينويد قاعد وراهم فتحتين صغيرين اسمهم بوستيريور كوندايلر فورامنا. قدام منهم فتحتين تانيين هي انتيريور كوندايلر فورامنا هتوصل وتمشي مع الهايبوجلوسال كانال اللي كانت فاتحه وظاهره في النورما بيزاليز انترنا. وما ننساش عندنا الجزء الخلفي من ورا الخط التخيلي الخلفي المنطقه دي كانت فيها الاكسترنال اوكسيبتال بروتيوبرانس وخارج منه الاكسترنال اوكسيبتال كريست وخارج منهم السوبيريور نيوكال لاين والانفيريور نيوكال لاين. بالشكل ده دي كانت انتهت تضاريس النورما بيزاليز اكسترنا. اما النورما بيزاليز انترنا فهو الجزء من النورما بيزاليز اللي هنشوفه فقط لما نشيل الكاب اوف ذا سكال. نشيل كاب اوف ذا سكال يعني ايه؟ يعني نشيل فولت اوف سكال. فولت اوف سكال يعني ايه؟ يعني النورما فيرتيكاليز. نشيلها هنجد ارضيه البيز اوف ذا سكال مكونه من 3 بيج ديبريشن هيسموها كرينيال فوسي. طب مين اللي حددهم؟ وجود 2 بوني بارتيشنز. اول 2 بوني بارتيشنز على شكل اقواس يسموها ليسر وينج اوف سفينويد، وتاني بوني بارتيشن هو وجود بوني اليفيشن على شكل هرم هما البيتروس بارت اوف تمبرال بون. اذا وجود الليسر وينج اوف سفينويد وده جناح عظمه السفينويد بون، جناح اللي هو طائر الرخ الكبير، الجناح الصغير بتاعه من قدام والبيتروس بارت اوف تيمبرال بون من ورا هيقسمهم الكرينيال كافيتي او النورما بيزاليز انترنا الى 3 بيج ديبريشن، انتيريور كرينيال فوسا وميدل كرينيال فوسا وبوستيريور كرينيال فوسا. ما هي التضاريس التشريحيه لكل من هذه الفوسي؟ اول كرينيال فوسا الى الانتيريور كرينيال فوسا هنرسم قوس هيقفل الليسر وانج اوف سفينويد ببروز امامي يسموه انتيريور كرينود بروسيس. التضاريس التشريحيه العامه للكرينيال كافيتي او النورما بيزاليز انترنا هتتماسك في وجود 2 بليتس و 2 كريست. 2 بليتس في 2 بليتس موجودين على السايدز اللي هي الاوربيتال بليت اوف فرونتال بون، دي عباره عن بروجيكشن طالع من الفرونتال بون ومتجه للخلف يكون روف اوف ذا نوز. اما في الميدل لاين فهنجد في شريحه عظميه مخرمه هي جزء من الاسمويد بون واسمها كريبري فورم بليت اوف اسمويد بون. كريبري فورم جاي من كريبرام، وكريبرام اللي هي غربال او مصفه وسموها كده لانها مخترقه ب 20 فتحه هيخرج منهم ال 20 اولفاكتوري نيرف اللي بيكونهم الاولفاكتوري نيرف. اتنين
linear elevations، واحد من قدام طالع من الفرنتال بون اسمه فرنتال كريست، واحد معدي على الكريبري فورم بليت واسمه كريستا جالي. دي كانت التضاريس العامه للانتيريور كرينيال فوس. طب بخصوص الميدل كرينيال فوس، الميدل كرينيال فوس التضاريس الموجوده جاست بيلو اند بيهايند ذا ليسر وينج اوف سفينويد، هنجد شق هيصل الميدل كرينيال فوسه بالاوربت، هذا الشق كان اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر. تذكر ان الانفيريور اوربيتال فيشر كان بيوصل التريجوبلاتين فصه بالاوربت، يعني كان موصل النورمالاتراليز بالاوربت، اما السوبيريور اوربيتال فيشر فكان بيوصل الكرينيال كافيتي يعني النورمال بيزاليس انترنا يوصلها بالاوربت. طيب بيهايند ذا سوبيريور اوربيتال فيشر بحوالي 1 سنتي هنجد فيه تو فورامينا، التو فورامينا دي اسمه الفورامين روتاندم. الفورامين روتاندم ده كان بيوصل الميدل كرينيال فوسة من تحت يوصلها بالتريجو بلاطين فوسة. ورا الفورامين روتاندم كان في عندي فورامين كبير اسمه فورامين اوفال اوفال انشيب، ورا منه الفورامين اسبينوزم. ونلاحظ ان التلاتة فورامين ديت العظمة ديت ما هي الجريتر وينج اوف سفينويد، والعظمة اللاترال لا هي السكوماس بارت اوف تمبرال بون. لو نتذكر ان من تحت ما كانش فيه من تحت فورامين روتاندم، ومن فوق ما كانش فيه سباين اوف سفينويد. At the apex of petrous part of temporal bone عند اتصالها بالبودي اوف سفينويد كان نجد عندي الفورامين لاسرم اللي حكينا عليه في النورما بيزاليز اكسترنا، وهنا ده البودي اوف سفينويد شايل على كتفه من فوق شايل تو بوني بروجيكشنز اسمهم بوستيريور كلينويد بروسيس. اذا البوستيريور كلينويد بروسيسز هي بروجيكشنز تقع اعلى البودي اوف سفينويد، اما الانتيريور كلينويد بروسيس فهي بروجيكشنز تقع في النهايه الخلفيه للليسر وينج اوف سفينويد. عند الميديال سايد اوف ذا انتيريور كلينويد بروسيس كان في فتحتين صغيرين مش باينين في الرسمه هنا، هي فتحه الكاروتيد كانال. طيب نرجع ورا البيتروس بارت اوف تمبرال بون البوستيريور سيرفيس بتاعها من جوه هنجد فيه فورامينا، فورامينا اسمه الانترنال اكوستيك ميتاس، ثم في البيس بتاعتها كان في الفورامين الشهير المعروف باسم الجاجولار فورامين. الفورامين ماجنم يوجد في المنطقه الخلفيه من الكرينيال فوسة الخلفيه اللي اسمها بوستيريور كرينيال فوسة. هذا الفورامين ماجنم ورا منه على طول كان في عندي سالكس بوني سالكس، واحد ماشي ترانسفيرس والاخر ماشي اس شيبد باترن، وهيمشي على امتداده هيروح للجاجولار فورامين. البوني سالكس ده اسمه ترانسفيرس سالكس امتداده اللي هو السيجمويد، والسيجمويد جاي من حرف الاس يعني اس شيبد سالكس. ده اللي كان ماشي فيهم فينوس ساينس جيوب ورديه هتوصل الفينوس سيركيوليشن انسايد ذا كرينيال كافيتي ببره الكرينيال كافيتي عن طريق الفورامين الشهير المعروف باسم جاجلر فورامين. اخيرا هنجد الانترنال اوكسيبتال بروتيوبرانت